مرحبا وشكرا لمتابعتكم تيك ميشن. بفيديو اليوم رح نعرفكم على بروجيكتر جميل وأنيق وصغير الحجم، بيشتغل على تقنية LED ViewSonic M2E. كنا عملنا لكم فيديو عن النسخة السابقة من هالبروجيكتر هون على القناة، بتلاقوا الرابط تبعه بالشرح تحت. بروجيكتر M2E ما بيختلف كتير عن النسخة السابقة، ولكن فيه تحسينات متعددة، بس ما زلنا عم نحكي عن بروجيكتر ترفيهي لحضور فيلم عليه مثلا، أو لحتى نعمل بريزنتيشن بعالم الأعمال، خصوصا أنه بيجي مع هالشنطة اللطيفة جدا وسهلة الحمل. لكن إذا عم تفتش عن بروجيكتر للألعاب فهذا مو إلك، ببساطة لأنه في زمن تأخير عالي وقت منعرض اللعبة عن طريق HDMI. بنية الجهاز ممتازة وفاخرة وأبعاده محسوبة بدقة، بذكركم شوي بالماك ميني. الجهاز بيجي مع قاعدة فينا نعدل زاويتها براحتنا، قوية وما بتهتز أبدا، ومن الأشياء اللي حبيتها فيه. من الأمام في عنا العدسة وعنا كاميرا الأوتو فوكس اللي بتخلي الجهاز يضبط الفوكس لوحده على الشاشة. من الخلف في عنا زر التشغيل، مخرج صوت 3.5، منفذ HDMI، منفذ USB Type-C، منفذ USB تقليدي، منفذ لكرت الذاكرة، ومنفذ الكهرباء. الحقيقة من حيث التصميم الخارجي بعطيه 10/10. السبيكرز هارمان كاردن ستيريو، صوت جميل جدا الحقيقة وقوي. بالمواصفات 1200 شمعة LED، عمر المصباح 30,000 ساعة، دقة Full HD، دعم واي فاي، دعم بلوتوث للصوت الخارجي، التشغيل بالكهرباء المنزلية أو عن طريق USB-C، بس إذا رح تستخدموه مع باور بانك لازم يكون على الأقل 45 واط مع 15 فولت و 3 أمبير. هون شغلنا البروجيكتر مع إضاءة نهار عادية، بس نزلت الستاير وطفيت الأضوية. إضاءة البروجيكتر ممتازة تماماً، إذا شغلناه مع إضاءة أعلى بشوي بيضل فينا نشوف، بس ما مريح أبدا. نظام التشغيل سهل ومباشر، بنعمل شوية خطوات، بنعمل إعدادات أولى، بعدين بنوصل بالواي فاي وهيكل القصة. عنا أوتو فوكس وأوتو كيستون، الجهاز بيظبط الصورة بشكل كامل من دون أي مشاكل أو صعوبة. الكيستون يعني الزوايا ما تكون منحرفة حتى أفقيا، هالشي ممتاز لأنه فينا نعرض بالمايل، مو ضروري يكون البروجيكتر عمودي على الشاشة. مثل ما شايفين هون بإمكاننا أنه نظبط العرض لحتى تضل الصورة ممتازة ومباشرة حتى لو البروجيكتر مانو بزاوية عمودية. فينا نشغل محتوى على الجهاز مباشرة لأنه بيدعم تطبيقات شهيرة مثل نتفليكس وأمازون برايم وغيرها، وحتى قنوات عالمية مثل BBC وغيرها كمان. منقدر كمان نشغل محتوى على الموبايل بمنتهى السهولة بالأندرويد عن طريق تطبيق جوجل هوم اللي بيشوف الجهاز تلقائياً وبيرتبط فيه بشكل آلي من دون أي إعدادات. كمان إذا في عندك آيفون بتقدر تربط الجهاز، مو بنفس السهولة بس مو بصعوبة أبداً. هيك بصير الجهاز مراية للموبايل، فيكم تعرضوا أي شيء عليه ما عدا أبل TV ونتفليكس من الموبايل، هدول فينا نشغلهم من الجهاز نفسه أو من جهاز أبل TV إذا ربطناه عن طريق HDMI. فيك توصل الكمبيوتر كمان عن طريق HDMI. بالنسبة لجودة الصورة وقديش فينا نكبرها، الصورة ممتازة خصوصا إذا كان البروجيكتر قريب من الشاشة. عم شغله حاليا والبروجيكتر على مسافة حوالي 2.5 متر عن الشاشة أو أكثر بشوي صغيرة. الألوان جميلة وما تعتبوا على الترميش اللي شايفينه، هذا بسبب التصوير وعم يخليكم تحسوا أن الصورة ما منيحة، بس على أرض الواقع ما في هذا الترميش، الصورة ممتازة والألوان جميلة. حجم العرض اللي بنصح فيه حوالي 60 إنش، مع أنه ممكن يوصل حتى 100 إنش من دون مشاكل. بالخلاصة، جهاز صغير الحجم، سهل الحمل، ممتاز الصورة، ممتاز لعرض الأفلام والمسلسلات، ممتاز للأعمال، مو كتير ممتاز للألعاب، بس مننصح فيه لأي فئة من الفئات اللي ذكرناها من دون أي شك. شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا على إنستغرام، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.